واحنا بنتكلم عن نجومنا الدوليين المحترفين لازم نتكلم كمان عن عمر مرموش. عمر مرموش قاد فريق شتوتغارد للفوز على فريق كولن بنتيجه 2-1 عشان يضمن بقائه في الدوري الالماني الممتاز. الحقيقه ان مرموش قدم موسم اكتر من رائع السنه دي. لعب حوالي 21 مباراه مع شتوتغارد. خلينا نشوف هذا التقرير الدولي اللي اتكلم عن المصري عمر مرموش اللي قاد فريقه للفوز على فريق كولن بنتيجه 2-1 زي ما قلنا لحضراتكم. خلص الموسم الحالي من الدوري الألماني الممتاز، ومع انتهائه قدر فريق شتوتغارت اللي بيلعب في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش إنه يهرب من الهبوط بعد الفوز في الوقت القاتل قدام فريق كولن بنتيجة 2-1. شارك مرموش في المباراة مع شتوتغارت بديلاً في الدقيقة 59، وقدر يساهم في الهدف القاتل للفريق بعد ما نفذ ضربة ركنية جي منها الهدف اللي سجله زميله في الفريق إندو. مرموش صاحب ال 23 سنة انضم لشتوتغارت وهو معار من فريق فولفسبورغ الألماني، وبدأ مرموش مشواره الموسم ده مع فولفسبورغ لكنه لعب مبارتين وبعد كده تمت إعارته لشتوتغارت. لعب مرموش 21 مباراة مع الفريق بواقع 1583 دقيقة وسجل 3 أهداف في إنتراخت فرانكفورت وهيرتا برلين. كمان صنع مرموش 5 أهداف في مواجهات هوفنهايم وبورسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورغ وبايرن ميونخ. ودلوقتي وبعد انتهاء الموسم الحالي من البوندسليغا، مرموش انتهت إعارته مع نادي شتوتغارت، ودي كانت الإعارة الثانية ليه من نادي فولفسبورغ بعد ما تمت إعارته لمدة 6 شهور في الموسم اللي فات مع نادي الدرجة الثانية سان باولي، وأثبت فيها الفرعون المصري جدارته باللعب في الدوري الألماني وترشح لأفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني.